أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تزايد الاعتماد العالمي على تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة. وخلال التحليل الذي أصدره المركز بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتحديات التي يواجهها، أكد مركز المعلومات أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراك تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الأمر يثير المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات، لا سيما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز. أكدت الحكومة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، حيث أولت الدولة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلة التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر. وأضافت الحكومة أن قطاع التصدير شهد طفرة، حيث بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية في عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار لترتفع مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار محققة نسبة زيادة بلغت 60.8%. كما نجحت الدولة في تنفيذ برامج مساندة الصادرات بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف عام 2014 وحتى نهاية يونيو من عام 2023 لأكثر من 2700 شركة. شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية باليونان. وجاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط. وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدما ملموسا على صعيد محاورها الرئيسية كافة. وتطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء في المستقبل، حيث تم إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة. التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفير عمر عامر سفير مصر باليونان على هامش مشاركة هيئة قناة السويس في المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية. شهد اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون مع الشركات والهيئات اليونانية العاملة في مجال النقل البحري، ومناقشة سبل جذب الاستثمارات اليونانية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان عدة دول عن تخفيض صادراتها من الذهب الأسود في أغسطس المقبل لتمديد الخفض الطوعي للإنتاج، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 58% لتصل إلى 76.69 دولار، وصعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.1%
100% إلى 71 دولار و89 سنت للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالمية بنسبة 4.6% لتصل إلى دولارين و49 سنت للتر. هذا وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 96% لتسجل دولارين و73 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن التضخم الشهري في تركيا صعد إلى 3.92% في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يناير إثر تراجع حاد في الليرة. وهبط التضخم السنوي إلى 38.21% في يونيو من 39.59% في الشهر السابق لذلك. ومن المتوقع أن تتزايد ضغوط الأسعار مرة أخرى خلال الصيف. وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها هذا العام وأكثر من 20% في يونيو وحده. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى ليوسف عبدين ودينا فكري، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.